تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب، ومرحبا بكم تونس بلد الزيتونة. اسمعونا ماذا نناقش. نناقش يا الله يا الله، نناقش قصة ابن يعتدي على أمه جنسيا ثم يقتلها ويقتل أباه. نناقش في بلد الزيتون لإجابة الإسلام للمغرب والمشرق ولإفريقيا، للمغرب ولإفريقيا، نناقش قصة صفاقس الحزينة البائسة، والشعب يرقد عادي ويقول لك عندي نخب وعندي أحزاب وعندي مجتمع مدني. يا سلام، والله يا سلام. سي علي مرحبا بك مجددا. سي علي، نحب نأكد لك على سؤالي، قلت لك الشعب يقول فيه مجتمع مدني، فيه جمعيات، وفيه ناس مهتمين بالبشر مش بالحيوان. لا نراهم في مثل هذه الأزمات، ولا نرى لهم أثرا أصلا. شفنا الناس اللي يحبوا يسكروا كتاتيب القرآن، شفنا الناس اللي مع الشذوذ شفناهم، شفنا الناس اللي هما مع تبديل الجنس أصلا ويعدوه في التلفزة، واسمه أحمد، اسم أحمد صلى الله عليه وسلم، ويجيبوه على أساس أنه انتقل من امرأة إلى ذكر، واختار من الأسماء اسمي محمد صلى الله عليه وسلم. هذوم الكل شفناهم. لم نرى شكون يحامي، شكون يحمي، شكون يغير، شكون يبكي، شكون يسهر، شكون يجي، شكون يعبر، شكون يحتضن المجتمع، يحتضن المنكوب، شكون يحتضن هذا التلميذ اللي في الجربة الذي مر بعواصف نفسية، يقول مندوب الجهوي، ولم يجد نفس واحدة تحتضنه وتهتم به وتعرف حالته بأنها تسوء وكان بالإمكان التلافي. نعرف أقدار الله، ولكن هناك الأسباب دائما. أين المجتمع سي علي، خوي علي، اللي يرقد في الليل وعادي جدا ما مر في صفاقس، عادي جدا دون أثر؟ شو رأيك؟ حب نركز على هذه النقطة. أولا تقبل الله صلاة الجميع. حبيت نعلق على زيارة الرئيس لصفاق. صراحة كنت ننتظر منها من أبسط الأمور، معناها أبسط الأخلاقيات، فهمت لا من الأدنى، كونه باش يمشي للعائلة هذه باش يرفع من المعنويات معنويات الشعب التونسي، لكن مشينا ريناها باش يحوم على المصالح الشخصية متاعها. من هنا تفهم لكون الرئيس هو رئيس الدولة. أخوي بغداد رئيس الدولة، نفسي ولا ترحم من مات. رئيس الدولة ماذا تنتظر من الشعب؟ نظام، دستور، برلمان، أمن، أمان، قاضي، جيش، داخلية، خارجية، نفسي ولا ترحم من مات. أنا كيف ماذا تنتظر من الشعب؟ الشعب في حالة يأس. الشعب فهمت ولا، لما تشوف انت القضايا اللي صارت في تونس تم ناس تفرح بها من اعلاميين ومن سياسيين، يفرحوا بيه. علاش يفرحوا بيه؟ لانهم يحوموا باش يفتقوا الروابط الاجتماعيه والروابط الاسريه، يحبوا يدقدقوا. اخويا بغداد يحبوا نحوا، يفرحوا بالشيء هذا، ما مش متاسفين. تم ناس فهمت ولا، مثلا تم ناس تتاسف، ثم ناس متأسفة، ثم ناس تحب تدافع على الدولة، لكن ما نشوفهم مش أغلبهم في السجون، وأغلبهم أحياء تحت أغلبهم في السجون. أغلبهم في السجون سي علي، لا أتفق معك بعد إذنك، سمعني. أي مثال، اسمح لي أغلبهم في السجون. نعم معك خويا مقداد، أغلبهم معناها كلا خط الفقر، وأغلبهم نجم نقولوا معناها أكلوا الجبن. الجبن. اللي صاير في تونس، نفسي ولا ترحم من مات، من اعلاميين، من سياسيين، من 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 من, من شعب، من يعني قضاء. يعني نحن مجتمع مريض، يعني سي علي، يعني نحن مجتمع مريض، يعني اصبحنا من ولا اكتشفنا لكون احنا كنا مصطنعين قبل المصطنعين الثوريه، مصطنعين الشهامه، لان اصبحنا مجتمع مريض. لولا ان مش مجتمع مريض، مجتمع جبان، ما ينجمش يصير علينا اجبن انقلاب في العالم. ما ينجمش يعمل علينا اجبن انقلاب في العالم. الله 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 الله، رجل مريض معناه ما ينجم حتى انسان في العالم
ما ينجمش يقول لك السيد هذا موش مريض، رجل مريض عنده معناه عنده المريض بالتوحد، انسان مريض للبلاد في طريق وهو في طريق، الشعب يحكي لغه ويحكي لغه ثانيه، ما عنده حتى علاقه بالواقع اللي عايش فيه الشعب، موش موجود، يحوم على مصالحه الشخصيه، فهمت ولا مش لازم يذكرها مصالح شخصيه، يحوم على مصالح الشخصيه هو الكرسي ويلم فهمت ولا اللي يقدر عليه فهمت ولا. وتونس معناها اخر من اخر معناها من اخر المهام نتاع تونس ولا من اخر نظريات تونس، ما عنده حتى علاقه بالواقع معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه في تونس فهمت ولا. بالنسبه للمنقلب لا علاقة، علاش هو المنقلب لا علاقة وعلاش هو مازال مواصل قدام؟ لأن صراحة لقي ناس شعب جبان، شعب يلوج على كرشة. ناخذ منك كيفاش فهمت؟ ناخذ منك.